من هو أول رئيس مصري بعد إلغاء النظام الملكي في مصر؟ محمد نجيب أو نجيب، حسني مبارك، أنور السادات، جمال عبد الناصر؟ لا، جمال عبد الناصر. من هو أول رئيس مصري بعد إلغاء النظام الملكي في مصر؟ ما تتسرعي. محمد نجيب، حسني مبارك، أنور السادات، جمال عبد الناصر. ويمكن كان أول رئيس مصري منذ عصر الفراعنة. هو يعني أكيد مو حسني مبارك، لأن حسني مبارك يعني قبل هاي الثورة الأخيرة هو هذا، وأنور السادات ورا جمال عبد الناصر. وجمال عبد الناصر بالسبعينات، فبعد محمد نجيب يعني العقل والمنطقي. يقول محمد نجيب. محمد نجيب. أنت سامعة بالضباط الأحرار مش هيك؟ طيب. صحيح. هو الثورة اللي مين كان رئيسهم؟ هذا أكيد محمد نجيب. محمد نجيب. بتقولي أنت محمد نجيب الجواب؟ أي محمد نجيب. نهائي. محمد نجيب. محمد نجيب هو كان أول رئيس لمصر بعد الثورة، ثم جاء الله يرحمه الرئيس جمال عبد الناصر. محمد نجيب الجواب صح، صار معي 5 ملايين. السؤال اللي بعده، بس اختاري فئة. أدب أمثال. أمثال. أمثال؟ أي. يلا سؤال بالأمثال وإن شاء الله تجاوبي صح وتاخدي 10 ملايين دينار. مثل يضرب لسوء التدبير: ثلثين الولد على الخال، إجا يكحلها عماها، نوايا تسند حب، ما تغيم إلا تصحي. إجا يكحلها عماها. إجا يكحلها عماها. هذا جوابي؟ اي، لانه ثلثين ولد على الخال هاي دل انه مثلا دائما يطول. هيدي ما لها علاقه بسوء التدبير. ما لها علاقه. لا. وما تغيم الا تصحى، يعني دل انه تفاؤل اكثر شيء. ونوايا تسند الحب هاي اصلا يعني مو عندنا مثل عراقي تقريبا. فاجى يكحلها عماها. اجى يكحلها عماها. اي. نهائي. ان شاء الله. سهل السؤال. اي. منيح. زعلانة شيء؟ لا الحمد لله. يلا الجواب صح. هلا صار معك 10 ملايين دينار. اولا قبل بتحبي تثبتي على 10 ملايين؟ اوكي. بتثبتي؟ اثبت. ثبتي على 10 ملايين. اوكي. ثانيا انت دخلتي هلا بالمرحله الثالثه اللي هي اصعب. اوكي. ما تنسي بعد عندك وسيلتين مساعدة: شراء الإجابتين أو شراء السؤال. أوكي. أوكي. منتابع؟ إن شاء الله. شوفي لنا فئة من الفئتين. فن جغرافيا. فن. فن. سؤال بالفن. السؤال قيمته 15 مليون دينار. فيلم سينمائي حاز على أول جائزة أوسكار في التاريخ: حياة إميل زولا، المركب، جناحان، الفندق الكبير. والله أنا بعترف أنه صعب السؤال. أي صحيح. إلا اللي متخصص بهالمجال. يعني أول فيلم سينمائي حاز على أوسكار بالتاريخ. استعينوا بوسيلة مساعدة. شو بنعمل؟ منبدل أو منشتري إجابتين؟ لا لا، نبدل السؤال. تبدل السؤال كله؟ إذن بدنا ننزلك للخمس ملايين. الخمس ملايين. أوكي. ونبدل لك السؤال، بس بليز أعطونا الإجابة الصح بس تنريح ضميرنا. جناحان. جناحان. أوكي. سؤال غيره. رسام عراقي شهير له لوحة العشار: عطا صبري، فائق حسن، فرج عبو، عبد القادر الرسام.
هو عموما مو فائق حسن، يعني اتوقع انه هو عطى صبره. تتوقعي؟ اي. ليكي انا على كل حال، انت هلا كنتي مثبتي على 10 ملايين. أي. نزلتي لل 5 ملايين. اوكي. اذا جاوبتي وطلع غلط انت واقفه على 5 ملايين، تكسبي ال 5 ملايين. اوكي. شو رايك؟ اذا استخدمتي الوسيله اللي باقي، يعني اشتريتي الاجابتين، ترجعي ل 3 ملايين. هو يعني الإجابتين، هو أنا حيرة بين عطا صبري وعبد القادر الرسام، لأنه طيب. فرج عبو إحنا ما نسميه هيك تسمية، يعني ما عندنا هيك تسمية يكون يعني أي أوكي. كمنطق يعني. نعم. فعطا صبري وعبد القادر الرسام. أعطينا يعني أعطينا جواب إذا بديك، أو إذا بتحبي تشتري. ممكن إنه أخصم إجابتين ويخصم لي نفس الإجابتين، صح ولا لا؟ آه. أي. فبين عطا صبري وعبد القادر الرسام ممكن نقول يعني هو حتى اسم يعني هو عطا صبري يعني ما سامع، يمكن سامع عبد القادر الرسام بس ما اعرف هو عنده لوحة العشر لو لا. هلا اذا بدك تجاوبي اي انت معك 5 ملايين زين، اذا كان اجابتي خطا بتاخذي ال 5 ملايين لانه ما راح تنزلي. أوكي. ما عم تشتري شيء، هودي حقك لو زين. كانت خطا. أوكي. لذلك الهامك شو بيقول واتكلي على الله. زين واذا خصمت اجابتين اجرب اخذ وسيله مساعده ثانيه. تاخذيها؟ اي انتبهي اذا اخذتيها بترجع الى 3 ملايين. ما خلص شو بدك قولي لي. خلي على عطا صبري. تمشي على عطا صبري؟ لا لا خلي دقيق. خدي وقتك خدي وقتك، ما منا مستعجلين. عبد القادر الرسام حط 4، هي مجازفة، الحياة مجازفة عموما يعني. عم تجازفي؟ عم تجازفي. تاخذي عبد القادر الرسام؟ اي. جواب نهائي هذا؟ ان شاء الله. عطى صبري كان الهامك عطى صبري. اي. بس رجعتي ما بعرف ليش غيرتي رحتي على عبد القادر الرسام. الاسم يعني احنا نسمي صبري بس عطا ما نسمي، فيعني نسمي عبد القادر، فيعني هيك منطقيا يعني. فرج عبو ما عنا لك شيء؟ يعني ما سامعه بي يعني، بالنسبه يعني ما سامعه بصراحه. يا ستي كان معي 5 ملايين، الهامك حلو صاروا 10%، رجعوا. الحمد لله. يلا اختاري لنا فئة من الفئتين. سياسة أم تاريخ؟ تاريخ. تاريخ. اوكي. يلا سؤال بالتاريخ. هلا أنت مثبتي على 10%، رجعتي. أوكي. صار. يعني إذا جاوبتي غلط تاخذي 10 ملايين. صح. بعد عندك وسيلة مساعدة شراء الإجابتين. السؤال، لغزوة الأبواء اسم آخر هو غزوة السويق، غزوة ودان، غزوة دومة الجندل، غزوة بني لحيان. إجابة رقم 1 غزوة السويق. السويق؟ إيه. هيك إلهامك بيقول؟ نهائي؟ إن شاء الله. على كل حال أنت
معك 10 ملايين ومثبتي على 10 ملايين، لا سمح الله إذا غلط تطلعي ربحاني 10 مليون دينار. غزوة السويق شخصياً ما عندي فكرة، يعني خلينا نشوف شو هي الإجابة الصح. غزوة ودان الصح. على كل حال نحن وياك انتهينا مثل ما بتقول فيروز، نحن انتهينا لأنه خلص وقت الحلقة واجت على القد وخلصتي على 10 ملايين. ألف مبروك العشر ملايين. الله يبارك فيك. ألف مبروك عليك الشهر وعلى عائلتك. تحياتي جميل. للأهل جميعا. شكرا الكرام، انتهت حلقتنا لليوم، نلتقي إن شاء الله بحلقة مقبلة غدا. خليكم معنا، انتظرونا، إلى اللقاء.